التحية معك الأستاذ أعلام حامي عضو المجلس الوطني التنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد. تأتي هذه المحطة من حيث مبدأ الاستمرارية في الدفاع عن حقوقنا الثابتة وحق الشعب المغربي في مجانية المدرسة العمومية، وتنزيلا يعني البرنامج الذي سطرته التنسيقية المفروض عليهم التنسيقية الوطني المفروض عليهم التعاقد. ونقول احنا بأن جميع بيع الأوهام وجميع المراسيم اللي ما تحققناش بالضرورة الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، هذا هو الحد الأدنى نتاعنا في المطالب، وبناء عليه نحن لازلنا مستمرين في بناء معركتنا والدفاع والتقاطع مع كل ولاة الشعب من أجل أنه خلق شروط متقدمة للدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم. وأكثر من هذا، من يراهن على بيع الأوهام وعلى الوقت فهو الخاسر الأكبر. وأكثر من هذا، فمصلحة الوطن ومصلحة التلميذ هي اللي كيستهدفوها بالأساس، وخلقوا الشرط نتاع التفهيم على مستوى نوع المدرسة أرادوا كذلك أن يخلقوه على مستوى الأطر التربوية وعلى مستوى الشعب. كما الشعب فيه وفيه، فيه اللي عايش ومهني وعايش حي من الريع، وفيه وفيه اللي عايش وعايش تحت البطانة. هذا الشيء يجب أن ينتهي، وأعلن الشعب هو أبناء الشعب الشرارة الأولى من خلال أن هاد الأساتذة قبل كل شيء هما راهم ولاد الشعب ولن يتنازلوا عن حقهم. وكل بيع تاع الأوهام والمراسيم والتأطيرات القانونية والتجويدات واللغة المقاولاتية فهي لغة مهزومة وغير عاكسة للواقع الذي يعيش فيه الشعب المغربي، لأنه الشعب المغربي أعلن من الآن لا طاعة إلا في حقه ولا تنازل على أي حقه ومكتسباته التاريخية. ونحيي كل المنابر الحرة في هذا الوطن، وكذلك نحيي أبونا وشهداءنا شهيد المدرسة العمومية عبد الله الحاجلي وكل المعتقلين السياسيين ومعتقل المدرسة كذلك محمد جلول، وتحية لكل القابضين على الجمر في هذا الوطن الجريح. وتحية ديالكم تنوجهوا ليه الرسائل، وللاسف تبلي
الاساتذه اليوم اللي كياكلوا العصا وتيتنكل بهم في الشوارع ديال الرباط. اذا الرساله الاولى اللي كنوجهوا لك السي امساسي، راه هذه المقاربه القمعيه راه ما غتزيدنا الا صمود باش نبقاو نحتجوا حتى يتحقق المطلب ديالنا اللي عادل ومشروع دستوري اللي هو الادماج ديال الوظيفه العموميه. وهذاك القرار الارتجالي والعشوائي اللي هبطت فيه مؤخرا باش تحيد الاحتقار والضغط لامتحان التاهيل المهني، حنا مقاطعينه، حنا مقاطعينه نهائيا، لانه المطلب ديالنا معروف واحد واوحد اللي هو الادماج في الوظيفه العموميه. اذا تحيه للاساتذه والاستاذات من راس الاخرى على النضال ديالهم والصمود ديالهم، وحنا راه ما فاكينش غنبقاو في الشارع حتى يتحقق المطلب ديالنا اللي هو الادماج في الوظيفه العموميه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.